السلام عليكم، كنشكرك اخويا جيراري. اولا ما كاينش شي صدمه ولا شي حاجه، غير هو كاين بعض المشاكل اللي بيناتنا انا وياها. هذا ما كان اخو مشاكل شخصيه، اننا ما تفاهمناش على شي حوايج، مشاكل شخصيه زعما، غير في اطار تاع اي علاقه وصافي. بحال زعما اولا هاد السيده اللي كنت انا وياها في علاقه، ما كناش في شي علاقه اللي شنو نقول لك رسميه ولا شي حاجه، باش انني نقولوا باللي صدمتني ولا خانتني ولا شي حاجه، فهمتي؟ كانت علاقه عاديه عامي صافي. هذا ما كان، من بعد بقات صداقه بيني وبينه وصافي، ما وقعوا حتى مشاكل. محيد انك انت فاش اتصلتي بيا وقلتي لي راني شفت واحد الفيديو تاعك، هو مجرد كان انني غير مشيت للسبيطار، ماشي زعما راه كاين شي حاجه باش انه غيكون، غير هو بعض الظرفيه اللي هي اللي خلات ان يوقع لي المشاكل وصافي. ما ضربني حتى واحد، وانما كنت غير كان واحد سوء تفاهم وقع بيني وبين واحد الاشخاص، باش انني وصلت للسبيطار، وباش انني كان عندي داك البروبليم اللي انت شتي كلشي كتحضر. المشكل تاعي انا هو كان واحد الشخص كنت كنعرفه اللي كيقولوا لي الاسطوره، ياك اللي معروف اللي كيقول لك هو كيطلع لايفات وما عرفت شكون، انه جاب الدراري وبغاو يتعداو عليا. هما اللي تعداو، ولكن ما ضربوني ما والو، ما مشي شي حاجه. اي حاجه كتقال واي حاجه كتبان. ترى ان انت كتعرف كاع اليوتيوبر تاع جديده كيكون عندهم مشاكل مع بعضياتهم، واننا كنا ما كنبغوش الخير لبعضياتنا، فهمتي؟ انه هضر مع شي دراري ولا ما عرفت مع من هضر، وجابهم ليا وجاو حتى لعندي، وكنت كنت في الدرب عندنا ياك وصافي، وتلقاو ليا وطرا لي طرا. هذيك هي اللحظه اللي انك شفتيني البارح في السبيطار وشفتي كل شيء. شنو هو السبب؟ السبب اخويا هو لايف كان طلعه هويا، وكنت انايا درت الرياكشن عليه صافي، هذا هو السبب علاش. وكان ضرب واحد الدري اللي في السوق اللي راه كان كل شيء تقريبا عارفه. اللايف اخويا اللي طلقوا كان واحد اللايف اللي نقدر نقول لك كان قال باللي الملك مع انستغرام هذاك الشيء تاعو، انا ما عارفوش صافي، وطرا سوء تفاهم بيناتنا، وترك حضرت لكل شيء. على الاخيره كنشكرهم كاملين، وكنشكرهم انهم حاضرين معايا. وحاجه اخرى، ان ماشي الدريه هي اللي سبب انني كنت الفارح في السبيطار على قبل الدريه ولا شي حاجه، ما كاين لا دريه لا والو، اشاعه كاذبه. وكنشكر هذوك الصحافه اللي تاع جدريال اللي من بينهم انهم كيدوروا كيتقاو باكين يلوحوا بعض الصور وكذا، وانا راه كاع ما كنتش مضارب في السبيطار، وانت راه عيطتي عليا وجاوبت قلت لك راني ما كنتش مضارب، وما فهمتش اخويا فين باغيني نوصل الجرائد، ما بغيتش نعرف، ما عرفتش فين كيلوحوا خبر مع 8 تاع الليل كيحيدوه مع 8 تاع الصباح، ما فهمتش هذا الشيء، ما بغاش يتفهم لي اخويا. هذا هو المشكل. اما ما كاينش شي سبب بيني وبين شي دري لانني غنخلي انني غادي نطور ولا شي حاجه، واذا كان شي حاجه راه اي حاجه كنستشر معاكم نتوما، ولا اذا كان شي حاجه راه غادي نعيط لك انت الاول وغنقول لك انا مشكله عندي مع شي دري اللي خلى الاخر قال لك انني ضربت ولا كذا ولا دي، ما ضربتش واحد. كنشكرك اخويا جيراري انك ديما كتحضر عندي. وحاجه اخرى اللي غنقول، هما كاع الجرائد اللي تاع جديده خاصهم شويه انهم يولوا يديروا المصداقيه، حيت هادشي اللي غاديين فيه راه غادي في الزبل، راه ما كاين والو من هادشي كامل اللي كيديروا فيه غير تخربيق، انهم ما غيربحوا حتى حاجه، فهمتي؟ باش انه يخليوا واحد النفسيه تاع الشخص انها مدمره وانه عنده مشاكل وهادشي، هادشي راه خايب. ونقدر انني نتابعهم كاملين على التصويره اللي تلاحت البارح تاعي انا في السبيطار، وانا بارك نغوت، وانا كاع ما كنت كاع، انا كان عندي مشكل كنت في السبيطار، ما كانش عندي شي حاجه. هذه اللي بغيت نقول، كان عندي مشكل باش انهم يصوروني ويلوحوا ويحيدوا، هذه راه ما كايناش هذه، وكاين بعض الصور ما غادي نقدر نلوحهم لك ولوحهم لهم نشرهم، باش حيت هادشي راه شويه خايب. هذا هو الكلام اللي خايب. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.